مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مكياج نجمات. ضيفتي الحلقة اليوم هي شابة مغربية قدرت بفضل موهبتها في الغناء والكوميديا تكسب قاعدة جماهيرية كبيرة، والولع ديالها بكل من مجال الموضة والمكياج قررت أنها تشاركنا بخطوات تطبيقها المكياج ديالها. إذا ضيفتي الحلقة اليوم هي الفنانة الصاعدة زهراء الساهر. المرحلة ديال الفون دو تان ديال الكونسيلر، ودابا غادي ندوزو المرحلة ديال داكشي اللي كيكون هنا من الفوق من الاول. ما تقلقوا ما تدهشوا، هذا غير واحد اللعيبه كنديروها هنايا، حيت انا ما عرفتش شنو ندير، ولكن في الاخر كيصدق كلشي هو هذاك. المهم نتوما في الاخر غادي تشوفوا النتيجه كيف غادي تكون. من بعد ما كان نديرو الفوند تاع الكونسيلر وداكشي وهادشي هذا فغابو بيا وداكشي، المهم كندوزو للمرحله ديال الكونتور. انا كنديرو بهذه الطريقه هذه باش يطلعوا الحناك، وكندير كونتورينغ هنايا في هذه الجهه هذه باش يضعف الوجه، فهمتي، لحق شويه وجهي مفنطح، كنديرو هاد الحفره ديال الزين ديال بلعاني. المهم نكملو، انا نوريكم كيفاش كنجير هادشي.
بعد ما سالينا الكونتورينغ والفارا بوبيير وداكشي دابا غادي ندوزو الحجبان. واخا انا ما كنتفهمش الصراحه, ما كنتفهمش غير كنطراسيهم وصافي. المهم من بعد ما درنا الفوندو تاع الكونسيلر ودرنا الكونتورينغ باش نبرزو الملامح وداكشي, درت الفارا بوبيير كيف ما كتشوفوا, ودرت الشفار. ثم كيعجبوني انا داك الشفار اللي كيكونوا مفارقين بحال هكا, لحقاش كيبينوا العين زويونا, حيت انا اصلا عويناتي صغاورين, كيعجبوني بحال هاد الشفار هادو, كيزيدوا كيكبروا العين. المهم دابا غادي يبقى لنا نديروا الفراج نحمروا الحناك زعما طيح السر ونديروا الغوج على انا كيعجبني ندير نيود اولا داك غوز اللي كيجي بحال لا ناتوريل. بعد ما كنسالي الماكياج ديالي كنشد بيوتي بلاندر كتكون ما فيها حتى شي حاجه, وكنبقى ندير بحال هكا باش داكشي ما كيبانلكش اللي زاد عندك, كيبان داكشي بزاف بحال بحال كنقصوا منه هكا شويه. انا دائما كندير بحال هكا باش داكشي مهم كيولي زوين. بالنسبه للغوج على ليفغ انا ما كنديرش, كنت كندير بزاف دابا مابقاش كيعجبني بزاف ولا ما كيعجبنيش يكون مجلط, كندير غير هكا مقيطات وكنبقى كيف ما شفتو كنخدمهم هكا بصبعي باش كيجي ناتوريل كثر. هكا كتعجبني انا الطريقه ديال الغوج على ليفغ اللي كندير. دابا ساليت كاع المراحل ديال الميكاب ديالي كيف ما شفتوا معايا, هذا هو الميكاب اللي كندير دائما. ما كنديرش شي حاجه اللي بزاف شي لوان من التحت ولا هذا, كندير فون دو تان, كونسيلر, كونتورينغ, فراج, ماشي اصلا كله هو المكياج. كيف ما شفتوا الشفار اللي كندير, كنصحكم انكم تبقاو ديروا بحال الشفار هذو اللي كيكونوا مفارقين شي شويه لحقاش كيعطي واحد الجماليه للعين. وانا من التحت اتسائلوا انني ما درت من تحت عيني حتى شي حاجه, ما كيعجبنيش ندير شي حاجه تحت عيني ولو كيعجبوني بحال هكا, يعني كل مره كيفاش كيعجبني نبدل شي حاجه. ونتمنى يكون عجبكم الميكاب ديالي لحقاش كيف ما كنت كنشوف انا بزاف ديال الناس كيقولوا لي في الانستغرام بغينا نشوفوا كيفاش كديري الميكاب ديالك.
هذا هو الميك اب اللي كندير دائما. وتحيه كبيره للناس كاملين اللي كيشوفوا هاد لا فيديو هذا في سلطانه. نتمنى انه يكون كيعجبكم. مرحبا بالانتقادات ديالكم، مرحبا بلي كومونتير ديالكم زوينين. وتحيه كبيره للسونتر ديال التجميل ديال بيل انجل اللي كاين في فاس. وشكرا للمجله ديال سلطانه اللي ديما كتكبر بينا. الله يخطيكم وتبارك الله عليكم كاملين. نتمنى انه يكون هادشي عجبكم واستفدتوا شي شويه، واخا راني كنت غير كنخربق. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.